السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تحدي دور الستاشر السينمائي. التحدي اللي بنرشح فيه أفلام بيجمعهم قاسم مشترك، وبعدين نقعد نتخانق بالنيابة عنهم ونطلع الفيلم اللي بيكسب في التصنيف ده. ومعانا في هذه الحلقة شريكي في هذا البرنامج، وضيفي الدائم وحبيبي. انت شريكي في هذا البرنامج، ربنا يخليك، ده مش قاعد لك ماشي عشان نبقى فاهمين. أوكي. مستر محمود اسماعيل، ومعانا ضيفنا المرادي واللي كان النرادي محمد ابو سليمان، شريكي في برنامج سينمائي اخر كنا عملناه، احنا شركاء من زمان. دي حقيقه، ده مش قاعد لك، دي حقيقه برضه. دي حقيقه، منورنا يا دود. ثانك يو ثانك يو، مبسوط ان انا مع الاو جيز. انا قبل هو الاو جي، اي لاف ذس جاي. السلام عليكم. احنا واضح ان احنا بقى كلها تاكتكس. كمية الشغل اللي اتعمل دلوقتي في نفاق مش ممكنة يعني. انا قبل التصوير قلت لكم ان انا اكتشفت حاجة مش هقول لكم عليها غير لما نبتدي التصوير. عارفين ايه هي؟ اول لما بدأنا المحتوى السينمائي في العالم العربي، انا ابتديت القناة بتاعتي سنة 2013 تقريبا بعدها بسنة، كان في اربع قنوات بس بيتكلموا عن السينما في العالم العربي، احنا ثلاثة منهم. نايس. انا فاكر ده كويس. عاد مين فيكم عارف مين الرابع؟ فينيت انجل. فيري ترو. وبعد كده طلعت الموجه العظيمه اللي طلعت اصدقائنا الكثيرين والكلام ده كله. فاحنا الاساس، دول مش قاعدين لكم. مش قاعد لك خالص. تصنيفنا ايه النهارده يا مستر محمود؟ احسن افلام اتعملت في التسعينات، السنة اللي اتولدت فيها، مش قصدي حاجة يعني. السنة يعني حسيت حاجة حلوة. دي التاكتيك. امبارح كنت بعمل بودكاست مع واحد بيقول لي كنت اتفرج عليك وانا صغير. زي دي بيقول لك استاذ وحضرتك في الكلام مثلا. مثلا يس. فاللي معانا النهارده هم 16 فيلم من افضل واجمل الافلام اللي اتعملت في حقبه التسعينات، بدات من سنه 90 لغايه سنه 99، ومش بالضروره الافضل كالعاده زي ما بنقول في تحدي دور 16 اللي هو لعبه. في حاجات مش هتوصل لان في حد فينا ما شافهاش، في حاجات مش هتوصل لان مش كلنا اجتمعنا عليها، في حاجات مش هتوصل لان احنا محدودين ب 16 فيلم، وفي تصنيف استبعدناه بالكامل اللي هي الافلام الانيميشن، افلام الرسوم المتحركه، علشان نخلي الحاجات اقرب شويه للمقارنات معهم. الخطوه الاولى اللي دايما بنعملها هي سحب القرعه عشان نشوف انهي افلام هتلعب انهي افلام، وضيفنا العزيز لازم يكون هو اللي بيبدا بالسحب. اسحب لنا اول مباراه بعد اذنك. ثانك يو. لا جوهد، انا واثق فيك. The Matrix. The Matrix. Okay. Amazing. اسحب اللي هيلعبه. واحدة. The Usual Suspects. 95. Very interesting. شرسة. الترامب thingy اللي انت عملته دلوقتي. It's an easy fight. هسحب انا المباراة الجاية على غير العالم. Silence of the Lambs 1991. عايز جدا. Reservoir Dogs 1992. برضو ايزي. انت ابتديت تلعب وده مش عدل. احنا بنلعب بعد القرعة. فايت كلوب. اوف. سوميت سوسي. لا لا. مالكوم اكس. ناو ذاتس ايزي. على فكره من زمان الثلاثه ايزي، الثلاثه ايزي لحد دلوقتي. لا يمكن دي اسهل واحده بالنسبه لي، الباقي مش عارف. The Sixth Sense. هنا ولا هناك؟ هنا لسه، ده احنا رابع ماتش. Sixth Sense versus The Shawshank Redemption. Easy. 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 بس definition of easy بتختلف. عارف الناحية اللي تجاهل. ودايما بندي الناس حقها قبل ما نشيعها. The Truman Show 1998 يقابل 7 1995. مفيش اتنين من نفس التصنيف ظهروا مع بعض. تقريبا. لا الناينتيز دي كانت داكيت متيالي من اعظم الداكيت في السنه. اتصور جود فيلز مارتن سكورسيزي انطفق. ايوه بقى. مع جراسيك بارك 93. انت جبت له الملاهي يا الهي.
Pulp Fiction. اوكي. A second ريزورت معه. ايوه يبقى مين لترنتينو. تاني تاني فيلم ترنتينو. Good Will Hunting 97. Alright. Right. يا عيني. حنترس. Saving Private Ryan 1998 تالي تصنيف الحرب الوحيد اللي معنا في ال. ترنتينو وسبيلبرغ بس اليوم فيلمين. لا وفينشر. Forrest Gump. اوكي. Oh my god. Oh my god. Interesting. وبكده المباريات وضحت. اي ملاحظات قبل ما نبتدي الخناقات؟ انا ملاحظ ان الدور ال16 هيكون سهل هيمشي بسرعه. اللي بعده نص النهائي والنهائي هم اللي احنا هنطول فيهم. هل عندك تصور مين اللي هيكسب بعد ما تبص على القرعه بالشكل ده من غير ما تقول هو مين؟ لا. بس عندك تصور؟ لا تخيل يعني انا كنت جاي حاطط في دماغي ان في حاجه معينه هتعلى عن الباقي وانا شايفهم كده. لا حاسس it's going to be tough يعني. المباراه الاولى. وقبل ما نبتدي المباراة الأولى عاوزين نفكر الناس بدعم هذه الحلقات ودعم هذه القنوات وهذه البودكاستات باللايك بعد إذنكم بالاشتراك في القنوات اللي كانت موجودة تحت كلها في الديسكريبشن. ألف شكر لحضراتكم مقدما ويلا بينا نتخانق. The Matrix يقابل The Usual Suspects. أوكي. تفضل. طيب نبتدي بـ The Matrix. The Matrix نقلة في حاجات كتيرة جدا. نقلة في الأكشن، نقلة في الساينس فيكشن، نقله في الـ في الـ في الفيجوال افكتس والجرافيك افكتس. نقله ان هو دخل الساينس فيكشن في المينستريم من تاني. يعني زمان خالص في الخمسينات والستينات كان ساينس فيكشن حاجه كبيره وبعدين اختفت، وكان الساينس فيكشن دايما بيتاخد ان هو حاجه يعني طفوليه الى حد ما. ميتكس رجعه تاني بشكل داركر بس بشكل حلو جدا. ميتكس لحد دلوقتي تتفرج عليه ما تحسش ان هو ديتد، ما تحسش ان هو معمول في 99. It still lives up من ناحية التكنيكس، من ناحية التمثيل، من ناحية كل حاجة. الفيجوال لوك بتاعته تحس ان من بعدها برضو بنى جانر في الساينس فيكشن لوحده، له فيجوال ايدنتيتي لوحده، فهو علامة فارقة في نواحي كتيرة جدا جدا. تحبوا تقولوا ماتريكس ولا اكمل يوجوال سسبكتس؟ يعني هو عادة احنا بنبتدي نشبح، يعني انت مش ضروري كلنا نتكلم عن الفيلمين الا لو انت عاوز تكرم فيلم اثناء ما انت بتحاول انك تأورد البوينت للفيلم الاخر. في ساعات بتكون واضحة جدا بالنسبة لك، في ساعات بتكون لا. دي بقى المشكلة ان البداية مش واضحة. البداية يوجوال ساسبكتس برضو من ناحية تانية برضو علامة فارقة ان هو اذا ذكرت البلوت تويست ذكر ذا يوجوال ساسبكتس. بالضبط بالضبط. و لو بادجت، يعتبر لو بادجت، كل الناس اللي فيه مثلوا باجور بسيطه جدا وكلهم ما كانواش اسماء. بالظبط. وطلع منهم اسماء سبيشلي كان سبيسي. بالظبط. وكان الله يمسي بالخير ما الله يرحمه بقى. مش فاكر اسم المؤلف، بس المؤلف هو اللي بعد كده اخر حاجات كتير قوي. يا رب نسيت اسمه. مانجولد كان معرفش، ولا في واحد فيهم يا دايركتور رايتر بقى هيوج سكسس بعد كده. الراجل مانجولد بتاع وولفرين اللي عمل مش متأكد بس برضو من ناحية البلوت تويست ده كان حاجة كبيرة جدا. والفيلم ده أبتل ناو يعني الواحد عارف النهاية وعارف مين هو في الآخر كايزر سوزي، ولكن برضو اللي هو أوكي you got me again. فبالنسبة لي الاثنين المقارنة صعبة صعبة جدا. أنا ميال towards one بس عايز أسمعكم. مش عايز تقولوا في الأول. عايز أسمعكم. ممكن أسألك سؤال؟ كبلوت تويست، كبلوت تويست تمام؟ أي ذا يوجوال سسبكت ولا شاوشانك؟ كبلوت تويست بالنسبه لي انا ديجي ساسبكتس. كاره شوشانك، كاره شوشانك من واحنا بنجهز وانا عارف ان هو كاره شوشانك بيكره كاره. اصل هقول لك حاجه، شوشانك ده مش برضه انا كنت لسه في خناقه عليه امبارح بس لما نبقى نوصل له. التويست بتاعته في اسمه هي بس، ودي عبقريته اصلا يعني. هنوصل له ده في تمام. ما علينا. سؤال ليك، بما انك ما شفتش الحاجات ديت وقت عرضها، انت شفتها بعدها بشويه، لما اتفرجت على ذا يوجوال سسبكتس اتفرجت عنه وانت عارف سمعته؟ لا ما كنتش عارف اتفرجت عليه وانا مش عارف بصراحه. ما تعلقتش بيه صراحة، ما تعلقتش بيه زي ما تعلقت بالماتريكس. مش عارف ليه، بس الماتريكس فيه السحر ده. بس السحر ده ما خدتوش من نفسه. في افلام كتيره هنا اهو لما اتفرجت عليها شفت السحر وفهمت، ويا لهوي اتمنيت ان انا لو انا كنت دخلت الفيلم ده اتفرجت عليه في السينما. يا لهوي الشعور كان هيكون عامل ازاي. ماتريكس على طول دخلت جوه العالم ده، عشان ماتريكس انا قدرت اتعلق بيه بحاجات كتيره. وزي ما قلت ماتريكس تايمليس، ينفع في اي وقت في اي وقت تتفرج عليه لحد دلوقتي تقدر تتعلق عليه وتقدر تاخد القصه بتاعه ذا وان دي
كميتافور كده هو استعارة لأي حاجة انت حاجة فلسفية حاجة دينية بالزبط. حاجة او بس متعة بس او بس حاجة هل ممكن ألتقط الحوار من النقطة ديت؟ اتفضل. يعجبني قوي استخدامك اللغة العربية. انا بحاول على قد ما اقدر يعني على فكرة الناس بتعجب علينا عشان بنتكلم انجليزي كتير ما تدخلش نفسك في الموضوع. نسيت لا افتكرت. هل ذا ماتريكس الفيلم اللي بنتكلم عليه بالتحديد وهو الفيلم الاول ذا ماتريكس بس لا اعترف بالباقي كان محظوظ اكتر من اللازم؟ لا في انه زي ما بوسليمان كان بيقول دلوقتي حالا ينفع ميتافور ديني ينفع ميتافور سياسي ينفع ميتافور اجتماعي ينفع معرفش مين والواقع هو وانا دلوقتي حرمي بومبا جامده قوي ان مفيش اي حد على وجه الارض فهم ذا ماتريكس 100% مش ساعتها ولا لحد دلوقتي بما فيهم الواتشاوسكيس ولا المعرفش مين اللي عملهم شخصيا بدليل ان هم معرفوش يكابتشروا الماجيك ايفر اجين. بس الفكره ان في افلام اللي هم بيسموها it's a sign of the times يعني فيلم بيعبر عن حاله اللادر جاكيتس التليفونات بالظبط الطلعه دي الهلع بتاع اللي احنا هنخش بالتريلر بتاع ذا ماتريكس بالمشهد بتاع الباك فليب بتاع القطر بتاع الكلام ده مايند بلوينج. بس فكره حتى كان في حاله عامه عن فكره ان احنا داخلين على الميلينيوم هل في حاجه هتحصل الاو مش عارف ايه الورز الديجيتال وورلد كان ممكن دماغ الناس بالظبط. فدي برضو لعبت على النقطه دي فهي مسكت في الزايد جايست بتاع الزمن ده جدا اكتر من يوجوال سسبكتس. يوجوال سسبكتس في فيلم نوار وده فيلم نوار ده اللي هو برضو ستايل القديم مئات الخمسينات فده بيلعب على الحته دي بالمزيكا ما كانش فيها الماجيك بالنسبه لي خالص بالظبط. ما هي دي الفكره اتس ديفرنت كايند انت طول ما انا عمال بتكلم واضح ان انا بميل تووردز ذا ماتريكس اكتر بس مش عايز برضو اجي على يوجوال سسبكتس. انا مش عايز اجي على يوجوال سسبكتس. يوجوال سسبكتس من المرادفات اللي انت كنت بتقولها المهمه بالنسبه لي ان ذا ماتريكس كان فيلم سينما قوي. ذا يوجوال سسبكتس فيلم في اتش اس او فيلم فيديو ظريف طبعا مش كان عندي على فيديو وكنت كل يوم قبل ما انزل اروح الجامعه لازم اتفرج على اخر ربع ساعه فيه وكنت حافظها يعني كانت عندي المسل ميموري اني بعمل ريوايند وعارف هبوز امتى بالظبط هقف عندي انا مشهد عشان اعيش الماجيك بتاع اخر 15 دقيقه فيه كل مره من اول وجديد هو بيحكي في اخر قصه انا بالنسبه لي صراحه كنت بعمل ده مع ذا ماتريكس بعد ما نزلته بشكل قانوني طبعا الكمبيوتر عندي المشهد اللي هو بيفهم فيه ان هو الوان اول لما يوقف الرصاص وكل حاجه دي انا اتعلقت بالحته دي اللي هو اوكي هو فاهم الكود هو فاهم ان كل حاجه كود قدامه ده يقدر يتحكم في كل حاجه يقدر يتحكم في الرياليتي بتاعته ده بالنسبه لي حاجه كلاسيكيه. زود على بقى على حوار ان هو ساين اوف ذا تايم بتاعه والتاثير بتاعه لحد دلوقتي انت كام مره شفت البوليت افكت كام مره شفت بيتعمل لها بارادي في كل حته فهو ستامب في تاريخ السينما أكيد. مش بس من التسعينات تاريخ أكيد. السينما كلها صح. بس وعلى فكره انا لما قلت محظوظ ما كانش قصدي ان انا اعيب فيه انا عايز ازيد من عبقريته ان هو حاجه زي ما انت بتقول كده في عوامل كتير قوي اترصت صح في لحظه معينه عشان ده يتعمل ويتم استقباله بالطريقه ديت وكل اللي قائمين عليه بما فيها المجتمع بتاع الشبيحه بتوعه حاولوا يقفوا مع ثلاث محاولات بعد كده وما عرفوش لايتنج انا باطل اكزاكتلي. فده ماتريكس 3-0 مع كامل الاحترام والتقدير للجور سسبكتس مباراه مش محظوظه بالنسبه له خالص. Silence of the Lambs يقابل Reservoir Dogs. Now we have a competition. Hannibal Lecter. أو عمل لك sound effects كمان بتاعت Hannibal Lecter. Clarice. هل ممكن أقول إن Silence of the Lambs overrated سنة؟ لا. من أي أنجل؟ من ناحية إن هو أخد أو هو واخد في مكانه في السينما يعني هو مش 21 سبيس اوديسي 2001 سبيس اوديسي خالص تمام بس انا لما بسمع عنه وناس بتتكلم عليه بيكون في نفس النقاش ده مع الافلام اللي هي فعلا هي ستامب في تاريخ السينما. وبالنسبه لي فيلم عبقري فيلم جميل فيلم فيه شخصيه من الشخصيات اللي ترهبك بس ان انت تفكر فيها بس ما عملش نفس الكليك دي معايا. من الناحيه الثانيه بقى ريزرفور دوجز ايوه مش احسن فيلم في العالم ولا احسن فيلم لترنتينو بس فيلم انا اقدر امسك حاجه فيه كده اللي هو اوكي الحاجه دي هو عملها سبيشال. انا على فكره مش مختار واحد ولا اثنين انا بس بميك الاوبزرفيشن ان انا بشوف ان سالس اوف ذا لامبس فيلم رائع وكل حاجه بس اي دونت نو اف اتس محطوط في ستامب كده في تاريخ السينما ان هو واحد من اعظم الافلام اللي اتعملت في التاريخ. انا سالس اوف ذا لامبس بالنسبه لي بيتشيك تقريبا كل البوكسات اوكي من ناحيه الجانر المفروض ان ده
حتى الناس بتختلف هل ده فيلم هورر ولا فيلم ثريلر، لان هو لو هورر هيرعبك اكتر من افلام تانية رعب واضح بشخصية هانيبال لكتر وشخصية بافلو بيل اللي هو بيروح يقبض عليه. وسوري ان انا هقطعك، اكتر مشهد مرعب في الفيلم كله ما فيهوش هانيبال لكتر اصلا. بالظبط بالظبط. وفيلم ومرعب اللي هو الرعب الديستربنج اللي هو اللي اشعارك ده وانت مش عارف الفيلم يخلص، وانت برضو حاسس ما عندكش ثقه في البني ادمين والادميه كلها على بعض. فده من ناحيه الجانر. من ناحيه الفيلم ميكنج، الفيلم فعلا ما فيهوش غلطه حقيقي، لا مونتاج ولا مزيكا. وعن التمثيل، التمثيل برضو انتوني هوبكنز وجودي فوستر، الشخصيه اللي هي بتحاول انها تثبت نفسها وهي ست في مجتمع كله رجاله، وصاد العكس تماما هانيبال لكتر وازاي بيجسد الشخصيه دي اللي انت بتحبه، ده راجل بيقتل الناس وبياكلهم وبتحبه. فلا الفيلم، الفيلم بالنسبه لي انا honestly في نفس مكانه، ان ما كانش اعظم من سبيس اوديسي. وانا سبيس اوديسي ذاتس انذر ستوري، انا لم اتجرأ ان انا اتس انذر ستوري. وكنت عملت بودكاست ساعه ونص بتكلم على عظمه سبيس اوديسي، بس سايلنس اوف ذا لامبس ستاندز ابوف ات. لسبب تاني كمان، سايلنس اوف ذا لامبس از مور ري واتشبل. سبيس اوديسي هتتفرج عليه مره وبعدين كانك اكلت وجبه كده خلاص يعني كفايه. سايلنس اوف ذا لامبس لا، لو شغال على التلفزيون في اي حته هكمله، وسهل الوصول ليه للجميع، ما فيش حد هيقعد قدامه. صح. يعني مطلوب منك ايه؟ انك تستمتع بالاداء وتحلله وتعرف اللي عمله انتوني هوبكنز على مستوى الميثود عشان يوصل للكلام ده كله. لا ما فيش، انت بتتفرج عليه من منظور الرعب او الاثاره او ان في قتل متسلسل بنحاول نوصل له او خطف متسلسل بنحاول نوصل له، طريقه الوصول ليه تستمتع وتقوم، ما فيش اي مشكله. ريزرفوار دوجز فيلم هايل وعظيم ورائع، بس بمعرفتنا النهارده باللي عمله كوينتين تارنتينو في افلامه التاليه، التاليه تحس انه كان مركب عجل التمرين فيه شويه. مش لا هو تحس فعلا ريزرفوار دوجز اللي هو تارنتينو وهو معهوش فلوس، اللي هو بقى وراك هابي بقى ركز ده راك هابي بيجرب، بيجرب شويه بيحاول شويه ما خدش راحته قوي، تحس ان هو موجود في اوضه مش عارف يمد ايده فيها اول ذا واي. مش قصدي اعيب، بس بالمقارنه مع سايلنس اوف ذا لامز، وانا متفق تماما مع الستيتمنت بتاع ابو سليمان، فيلم متكامل في حدوده. يعني هو ما كانش مطلوب منه ان هو يعمل اعجازات اكتر من كده، ما فيهوش غلطه، ما فيهوش اي مشكله على الاطلاق. وبعدين انا بيسوقني شويه ان كوينتين تارنتينو شخصيا عاب مره في المشهد الاخير بتاع كلاريس لما دخلت البيت بتاع بافلو بيل، اللي هو في تقديري الشخصي اكتر مشهد مرعب في الفيلم كله، لما ضلم عليها الدنيا وبقينا شايفين من منظوره هو وساعتها من منظورها هي، ودي عبقريه جدا. وقال لك ان اللي هو عمله في وانس ابون ا تايم ان هوليوود لما راحوا الرانش بتاع هوارد ستيرن مثير اكتر. تارنتينو قال كده؟ اه قال كده، ودي ودي ضايقتني شويه بصراحه. لا واضح انه حط في دماغه، ما دام حط في دماغه يعمل له عقده. بس حاجه على اللي انت قلتها، انا اكشلي شايف، انا اكشلي شايف ان ده يديه بوينتس اكتر، ان هو عمل ده في بادجت قليله في مكان قليل. صح. دايما لما بتحد من حريه او من امكانيات الواحد تحس ان هو ممكن يبدا اكتر. فهو في ده اولا قال للعالم كله انا تارنتينو، ذس از مي، انا وصلت وده الستايل بتاعي. وفيلم يعني ادرينالين واكسايتنج من اول ثانيه لاخر ثانيه. ولكن فعلا صعب ان انت تقارنه بافلام تانية ليه، وغصب عنك كده تحس ان هو اه يعني انا اكيد هتبقى موجود معايا وانت في سنه رابعه، واكيد هتبقى موجود في سنه رابعة. هل معقول لازم ادخلك وانت في الحضانه؟ يعني نخش بالبلايرز الجامدين بتوعك ليتر. فسايلنس اوف ذا لامز 3-0 ولا 2-1؟ اي وود سي 3-0، بس ده مش معناه برضه ان عندي حاجه ضد ريزرفوار دوجز. انا بحب ريزرفوار دوجز، بس بالنسبه لي فعلا ريزرفوار دوجز اللي هو تارنتينو بس لسه هي didn't make it 100%. كان لسه عايز شويه كمان عشان يقدر يعمل اللي هو عاوزه. اه انا لثانيه افتكرت ان ده 7 وقلت ان هو اسود فينشر اجينست فينشر. ده هيحصل بعدين، يمكن يحصل بعدين. هيحصل بعدين. نايس. فايت كلوب يقابل مالكوم اكس. اوكي انا عارف ده شفت الكلام اللي سايله على ماتريكس الماجيك. فايت كلوب انا عارف، انا عارف. ده فيلم الجنريشن، ده فيلم الجيل، ده الفيلم اللي شكل شكوكنا وحنقنا وحقدنا على المجتمع كله اللي لسه عايش معنا لغايه دلوقتي، بالذات كذكور. بالذات كذكور اللي بيحصل في الانترنت مؤخرا من اندرو تيت بقى على مش عارف مين، على الكاركترات الجديده، الكاركترات الجديده اللي بتطلع دي، ده بيسكلي الجيل. ده توقيت ده سكند كومينج اوف فايت كلوب. اكزاكتلي ده بالظبط اللي بيحصل، اللي هو الناس عايزه فيجر زي ده يدي لهم نفس بالظبط نفس الماسكلينيتي دي اللي هم كانوا الشخصيات اللي فيها كلاب بيدوروا عليها. فده بالظبط مين عملها من 20 سنه؟ كلوك ووك اورنج. اورايت كلوك ووك اورنج كان فايت كلاب بتعجيله، وبعدين ده فايت كلاب بتعجلنا،
وير ويتنج بقى للنكست فايت كلوب بتاع جيل في معلومه معرفش انت تعرفها ولا انت عارفه ان فايت كلوب ليه بارت 2 يا راجل الكوميك كتاب. بوك الكتاب ليه كوميك بوك بارت 2 وتايلر دردن بيرجع فيه وست في الوقت ده ولا باك برضه لا يتهيألي عدى زمنه يعني لو هيعملوه هيضطروا يعملوه كانه بيمر لانه ما اتنشرش متاخر قوي يمكن من 8 9 سنين حاجه زي كده ما هو اللي كاتب تشاك مش عارف مين بس بس لا ما يعني ما لناش دعوه بالتاني كفايت كلوب مع كامل الاحترام لسبايك لي سبايك لي بيعمل جوينتس لذيذه بس يعني ما فيش تعرف يعني ان انا ما اتعلمتش احترم سبايك لي الا مؤخرا ذا فايف بلودز بالانرجي بتاع ذا فايف بلودز امبورتك برافو عليك ان انت فهمت النقطه دي اللي هو الراجل ده بدا راجل عنده رؤيه قوي وعنده منظور جدا قوي واحد تحس ان هو واقف رجل في الشارع ورجل على الرصيف ان يو كان فيل في كل افلام وبعدين فجاه تاه 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 وبعدين رجع بذا فايف بلودز يا ابن اللعيبه ده انت لسه ريليفنت انت لسه موجود انت لسه محسوس فتعلمت احترمه شويه مالكم اكس لو حشكر في حاجه مش هشكر فيه سبايك لي هشكر فيه دنزل واشنطن ده زمان بيسموه كده تور دو فورس لا اداؤه في الفيلم ده بالتحولات العجيبه اللي هو عملها يعني صح. ده راجل ابتدى بلطجي وانتهى داعيه وانت مشتري مفيش اي مشكله يعني لا. واعتقد يمكن يكون احلى اللي هو بايوبيك اللي هو فيلم مبني عن قصه حياه واحد يمكن لو هتقارنوا بقى الحاجات الكبيره الحاجات السياسيه غاندي مثلا بتكلم عن الناس اللي هم السياسيين او التاريخيين احساسي يعني شخصيه مالكوم اكس والطريقه اللي الفيلم قدم لنا الشخصيه دي تحس ان انت عشت حياته وعرفت هو عمل الحاجات اللي عملها ليه يعني كان في موتيفيشن كان في تبرير هو ليه كان بتاع مخدرات وقواد ومش عارف ايه وبعدين ليه دخل السجن وليه دخل اللي هو الاسلام بتاع بلاك مسلمز وبعد كده ليه رفض الاسلام بتاع بلاك مسلمز وبعد كده راح مكه ومش عارف فانت قاعد مشدود انت واخدك يعني واخده معاه واخدك معاه في الرحله بتاعته والفيلم تقريبا 3 ساعات انا ما حسيتش بيهم فيعني برضه عشان ما نقللش من الفيلم ده فعلا والناس اللي مش شفتوش بليز شوفوه لانه فيلم ممتاز زي ما قلت كلام سبايك لي بيعمل حاجات جامده جدا بلاك لانزمان رائع جدا سبايك لي برضه فانا بحب افلام سبايك لي عامه بس قدام فايت كلوب مفيش تحدي هنا وبرضه زي ميتريكس والاثنين في نفس السنه 99 برضه اللي هو الغليان بقى نقطه الغليان 99 دي العالم هيتغير حاجه بالظبط لا لو تلاحظوا قوه التاثير على المجتمع هي اللي بتنتصر للافلام لغايه دلوقتي برافو عليك صح مع كامل احترامي لقيمتهم السينمائيه ما بقللش منها اطلاقا بس احنا بنتكلم على الافلام اللي نزلت خلت العالم يتعمل كده يعني فاهم سؤال بوب كويس سريع جدا افضل اداء لدنزل واشنطن ايفر لا بسرعه لا بسرعه بسرعه بسرعه, بسرعة, بسرعة, بسرعة اول حاجه دماغي فينسز بس فينسز مش حلو مالكوم اكس لا مش مالكوم بيك اي حاجه ثانيه بسرعه 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 فيلادلفيا تريننج داي لافلي حلو دي انا لو سالت سؤال حول تريننج داي اتوترتني ليه يا عم خفت هو ده بقى الشوك بقى تاخد اعترافات عظيمه من الناس لما توترها انا بموت في الموضوع ده مالكوم اكس يخرج من الصوره خد لك بقى الثاني ده اوكي ذا سيكس سنس 1999 برضو يقابل افضل فيلم في التاريخ هو المتصدر قائمه يا ريت توقفوا معايا من ورا الناس كتير ليه كان شاشه ليه كاره لو كاره الغايب ليتس هاف ذا كونفرسيشن يلا انا مش كاره شاشه خالص فيلم عظيم وعملت اي حلقه عن سينماتولوجي يعني بفسر فيها الفرق بين الستوري والبلوت القصه والحبكه ان هو حبكته مثيره جدا بس قصته هو بيتكلم عن ايه عن الامل عن يعني في معاني جميله جدا وفي بلوت تويست هايل وكل مره بتفرج عليه بستمتع ولو شغال هتفرج عليه ولكن ما هوش نمبر 1 على توب اي ام دي بي ما هوش نمبر 1 على كل ليست هو ده انا جاي من النقطه دي ان هو هايل وكل حاجه بس ما هوش فوق جاد فادر معلش انا عندي صوتي هيطلع سبايكس في الصوت بس ما هوش فوق جاد فادر ما هوش فوق افلام تانية موجوده عندنا هنا ما هوش فوق افلام تانية يعني ما حطيناهاش في الليسته او افلام في الثمانينات اتس نوت اتس سيمبلي نوت هايل فيلم هايل وممكن نديله 9.8 اوت اوف 10 اي ام دي بي بس في اتليست ان ماي مايند اتليست في 10 افلام تانيين فوقيه ده مرتاح اوكي هو ده الـ دي الـ ده الـ ايه هل منهم الشارع اللي انا جاي منه هل منهم ذا سيكس سنس استحاله عيب انتوا حاطين فيلم الام نايت شامالان طب عيب لا بس ارزعك ان بوبولار اوبينيون دلوقتي حالا البلوت تويست بتاع ذا سيكس سنس اقوى من بتاع شاوشانك طيب ماشي كده مهدي
اتس ترو. بس هو ما عندوش الا دي الحاجه. ماشي فير انف. والحاجه اللي طلعت في نايت شامبلان ماشي نايت شامبلان انا اللي بعمل بلوت تويست وكل حاجه اوكي دايم نايت شامبلان بس اتس نوت جود. الافلام بتاعته مش حلوه. لا لا افلام بتاعته حلوه معاك اي اجري. عنده افلام زباله الراجل ده عنده حاجات بس عنده حاجات زباله بس 6 سنس. 6 سنس هو فيلم يعني هيتشكوكيان بمعنى الكلمه. فيلم لا فيلم معمول بالمسطره. فيلم اللي هو يبني لك السسبنس بشكل بالمسطره. أوكي. الشوت شوت الايد وهي داخله على بابه وهي بتفتح في يعني مش فاكر كل لقطه في الفيلم بس الفيلم حرفه فيلم حرفه. الشوشانك ريدمشن فيلم يس انترتيننج كل حاجه بس اونستلي اخراج 6 سنس اعظم من اخراج شوشانك ريدمشن. ده في رايي موافق. والبلوت تويست ولما تيجي تتفرج تاني على الفيلم من الافلام اللي هو انت الفيلمين لما تيجي تري واتش تتفرج عليهم تاني وانت عارف ايه اللي حصل بتبتدي بقى تشوف الكلوز اللي كانت متسابه. الكلوز اللي موجوده في 6 سنس اذكى من الكلوز اللي متسابه شوشانك ريدمشن لخدمه التويست. البي اوف في الاخر اللي هو اللقطه اللي هو بيبص على الخرم ومش عارف ايه البي اوف لايك رهيب. بس برضه البي اوف بتاع بروس ويلز كان ميت الوقت كله. ده برضه البي اوف بتاع ذا سيكس سنس خلى الناس كلها تعمل ريوايند ترجع تاني دايسي ولا جاست سو بالظبط. لا 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 كان قاعد بيتكلم مع عمه. لا 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 هو كان قاعد مع عمه بس ما كانش بيتكلم معاه. انا فاهم بس هل فعلا ده حلو قوي علشان الوقت اللي طلع فيه دي ما كانتش حاجه مشهوره او فكره ان البلوت تويست هو ما ينفعش تجرد ده من اي فيلم. بالرجوع للنقطه اللي ابو سليمان كان بيتكلم عليها في حته شاوشانك ريدمشن هل هو رقم واحد ولا لا. انا ادعي ما فيش حاجه في الدنيا اسمها فيلم رقم واحد وفيلم رقم اتنين مستحيل. في لسه شخصيه في قوائم شخصيه بتتساوى فيها قيمه الفيلم مع انجازاته مع الكلام دوت اللي هي تاهله للجردل اللي محطوط فيه حسبه 60 70 فيلم. واي واحد فيهم ممكن يكون نمره واحد عند اي حد في الدنيا بناء على ايه؟ حسب وقت وبرضه شفته امتى شفته في انهي ظرف كنت بتفكر في ايه ساعتها كانت ايه الحاجه اللي مهمه بيها لغايه لما يلمس معاك في اللحظه الصح فتلاقي الموضوع ده. وانا ادعي وانا ممكن اقول ان ده سبب من الاسباب اللي خليني كاره فيلم زي 6 سنس. كاره فيلم زي ليه؟ لان انا عرفت على 6 سنس بعد ما اوريدي اتفرجت وبقيت فاميليار مع شغل ام نايت شيمالان اللي هو مثلا فيلم زي بالب فيكشن. تمام لو انا متحرق لي عليه حاجات كتيره هرجع اتفرج عليه هستمتع. فيلم 6 سنس اتحرق عليا كنت اوريدي اتفرجت على حاجات ثانيه من ام نايت شيمالان رجعت اتفرج عليه معرفش بقى هل ده عشان اوريدي اتحرق عليا بس ما طقتش الفيلم. يعني بالنسبه لي انبريكابل احسن من 6 سنس. بص انبريكابل فيلم هايل. انا بالنسبه لي الاثنين تقريبا زي بعض يعني. دي النقطه اللي قلتها دي فيري فيري فاليد فعلا. انا يعني استمتاعي فيلم زي فول فيكشن لما اتفرج عليه تاني اكتر طبعا من 6 سنس. ولكن ما يمنعش ان 6 سنس فعلا استمتعت بيه. وحاجه بس عايز اقول حاجه سريعه كده عشان تعرف ان انا فولوينج يو من ايام الفراعنه. كنت عملت انت مره حلقه مش فاكر امتى يمكن 2015 2016 برضو ريتنج الموفيز وحطيت شاوشانك ريدمشن. فايم جلاد ان انا رجعت النهارده عشان نحاول نغير الموضوع ده. بس anyway انا ماي فوت جوز تو 6 سنس. بس اي نو ان انت يور جوينج تو تروح شاوشانك ريدمشن ولكن اعتقد ان انا على الاقل ايه اديت جاب صغيره كده لشاوشانك عشان في الدورات الثانيه هيبقى ايه. بص انا هحرق لك في حاجه في الحلقه دي. انا مش عايز اكسب شاوشانك ريدمشن وانا ما اظنش ان هو يكسب اساسا. هو مش ماي بيك ان هو انا لا انا ممكن اقعد ادافع عنه حتى لما يخرج في الاخر يخرج بالواحد بتاعه. بس انا مش عايز اعمل كده. انا عاوز القايمه دي تقدم لنا حاجه جديده شويه ما نبقاش زينا زي اي ام دي بي زي واتف. بس عايز ارجع لنقطه معينه انت قلتها. انت لما جيت تتكلم على قيمه معرفه البلوت تويست بتاع ذا سيكس سنس قبل ما تتفرج عليه بتوقع الفيلم من اساسه مقابل اي فيلم تاني واخترت حاجه زي بولب فيكشن من هنا. انت رحت بعيد ليه؟ شاوشانك ريدمشن شخصيا شيل البلوت تويست منه يفضل فيلم. بقول لك بلوت تويست دلوقتي ثانيه. بلوت تويست دلوقتي انا كنت عارف البلوت تويست بتاع شاوشانك قبل ما اتفرج عليه واستمتعت بالفيلم. استمتعت بالفيلم بشكل مش طبيعي. هو انت فين هو ده دي حقيقة يعني. ولكن لا يعيب فيلم زي ذا سيكس سنس ان هو كله على بعضه يكون قايم على مشاهدة واحدة. ما يعيبوش. في افلام كتير في الدنيا كانت قايمة على حاجة لو عرفتها خلصت خلاص. في افلام كتير قايمة على عنصر واحد. برجع دايما لفيلم جوكر شيل منه خواكين فينيكس ما يفضلش حاجة. هورايت الكورتر فاينل عند هذا الجانب تم تحديده. ده سخن جدا. بعد قليل ذا ماتريكس هيلاعب سايلنس اوف ذا لامز وفايت كلاب هيلاعب شاوشانك ريدمشن. ننتقل للجانب الثاني والمجاميع التي تقام في تورينو في إيطاليا. والمباراة الأولى The Truman Show يقابل 7 البراءة والسكر والعسل والكلام يقابل الدم والقتل والذبح والقبر الأسود.
ديفيد فينشر موجود في كوارتر فاينل فما تحسوش ب ما تحسوش بالذنب مش حاسس بالضغط. وقبل ما اعرف اراكم انا بقول لكم بدا ان انا اكون مايل اكتر لترومان شو مع اني بحب سامن بس انا اكون مايل اكتر لترومان شو جزء مني صراحه عشان اي وانا جيف ات ا فايتنج تشانس. قول لي ترومان شو فيلم يعني هو فيه الجود موفي الافلام اللي هو تحسسك باحساس حلو وفي نفس الوقت مش سطحي وفي حته حزينه فعلا حقيقي. وفيلم ده مش مهم بقى موضوع البلوت تويست لان هو يعني الهدف منه مش البلوت تويست ان هو في الاخر هو هي البلوت تويست على بطله مش علينا احنا بالظبط ففكرتها حلوه جدا وفكرتها دي فكره موجوده من زمان قوي فكره البيج براذر اللي هو احنا كنا بنتراقب ودلوقتي الرياليتي شوز ومش عارفه فموجوده وجيم كاري بيثبت ان هو دايما الممثل الكوميدي الشاطر تلاقيه بيعرف يمثل دراما كويس قوي. 7 بقى الناحيه الثانيه 7 هو فيلم مود جدا مود يعني عارف اللي هو انت من اول التترات اصلا انت دخلت في مود مختلف تماما. ديفيد فينشر بيعمل كل الاسلحه اللي عنده بيستعرض عضلات بالظبط وزي ما احنا يعني مش عارف كنا كنا على فيلم ايه قبل كده اللي هو اول فيلم لما كنا على ريزرفوار دوجز اول فيلم كان فيه شويه ديفوهات 7 مع انه هو مش اول فيلم ليه كان عامل اعتقد ايليان 3 ولا حاجه بس اول فيلم حس فعلا باونرشيب ليه يعني لا فيلم يمكن من احلى افلام ديفيد فينشر لوقتنا ده التمثيل فيه هايل جدا البلوت تويست وده مش ده دبل وامي ده دبل بلوت تويست اصلا اللي بيحصل في الاخر فيها ظهور كاركتر انكريديت بالظبط ويطلع كيفن سبيسي بالظبط وفي الاخر واتس ان ذا بوكس نكتشف ان هي مش عايز احرق احتمال فيه لا احرق ان هي الام مع ابنها اللي لسه ما اتولدش في الصندوق الطريقه المشهد ده اصلا متصور بيه وبعدين مع كل ده كمان بنلعب على عاطفه بنلعب على علاقه براد بيت مع مراته وعلاقته الصحوبيه بتاعت مورجان فريمان وبراد بيت وخلق لك عالم هو خلق عالم المدينه دي انت عارفش هي مدينه ايه دي عامل زي جوثام يعني جست مدينه متروبوليتان حقيره حاجات السطر القطر وهو بيعدي بالظبط رهيبه وبعدين والتعليه بتاعت بشاعه الجريمه واحده ورا الثانيه لدرجه انك مش قادر تستحمل تفكر هو ممكن يعمل ايه في الجريمه اللي بعدها صح تحس ان هي شطرنج كمان عارف يعني انت بتحاول تحل اللغز معاه فلا على المستوى العاطفي ممتاز على مستوى الفيلم ميكنج ممتاز على مستوى الاثاره ممتاز انا 7 انا بحب ذا ترومان شو جدا ومن الناس المقتنعه ان في سنتها جيم كاري مش بس كان لازم يترشح للاوسكار وكان لازم يكسب الاوسكار بس روبرتو بينيني كان وراه بروباجندا وحوار زي ده والموال المهبب دوت. ذا ترومان شو كله حلو جدا 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 وعجبني التوازن اللي فيه ما بين الاجواء الخفيفه اللي احنا فيها وما بين الفلسفه اللي بيطرحها اللي تعتبر ان يور فيس شويتين ولكن التفاعل الاجتماعي اللي ما بين الشخصيات جواها كان من اروع ما يمكن لغايه اخر مشهد بتاع السما والبتاع والصوت اللي طالع له من المايك والكلام دوت بقت في وشك قوي 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 وفصلتني شويتين دي حاجه لا ادعيها على 7 دخل في تحديات اصعب بكتير لا انا تيم 7 اوكي انا موافق خلاص تيم 7 بس يكون 2-1 عشان بس ترومان شو انا شايفه شويه اندر ريتد دي حقيقه شايفه شويه يعني شويه كتير اندر ريتد تحياتي لترومان شو احنا موافقين جود فيلز جوراسيك بارك اوكي يو هاف سينما ضد ملاهي ضد ملاهي جوراسيك بارك ملاهي ملاهي استثنائيه جيم تشينجر هو ده ينفع يتقال على تاثيره ساعه لما ظهر نفس التاثير بتاع ذا ماتريكس ساعه لما ظهر على فكره استعاده مخلوقات الميكانكس بتاعه الحاجات اللي انت بتعملها فيرسز السي جي اي وساعتها كان ستيفن سبيلبرغ واقف برضو رجل هنا ورجل هنا رجل لسه المدرسه بتاعه جوز ومدرسه تانية عرفت يعني ايه كمبيوتر ويعني ايه كلام والكلام دوت وراح دمجه مع بعض وعمل حاجه افلام كتير بتفتقدها النهارده ولما جه يحطها جوه الفيلم في سيتنجز حطها في اصعب حاجات ممكنه يعني انت لو هتعمل ده كله علشان تدينا ديناصور بيطارد بشر طب حطهم بالنهار لا حطهم بالليل طب حطهم تحت النور لا حطهم في المطر وهصعب وهغلس وهعمل حلو لحد النهارده لحد النهارده لسه شكله حلو يتحط قدام اي حاجه تانية من الجرين سكرين شوز جراسيك وورد نيو وورد مش عارف مين السي جي اي اللي فيه اوحش من اللي موجود في جراسيك لا وعين كمان للناس اللي الناس اللي جيلنا يعني انا اتفرجت على الفيلم ده هو سنه كام 3 يعني 13 سنه لما طلع ده اللي هو ايه بالنسبه لنا كلنا ده كده ده ديناصور المايه والميه ومش عارف ايه وبعدين لناس كتيره قوي قدي واصغر مني من فيلم طلع
ده حببهم في الديناصورات يعني الديناصور الناس بقت عايزه تطلع بليونتولوجيست بعد ما شافوا الفيلم ده والميرشندايزنج بقى في كل حاجه وفي كرتونز اتعملت بقى ابطال ديناصورات مخصوص فلا يعني من ناحيه الـ 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 النقله طبعا كان رهيب يعني ولكن فيلس يا ما حرام يعني جوراسيك بارك في النهايه عباره عن ادفنتشر اوكي الناس بيحاولوا يهربوا من شويه حسيت منكم انا كنت لوهله كنت حاسس ان انا المفروض انا اللي هدافع على جوراسيك بارك حبيتكم حسيتكم ان انتوا بتتكلموا بحب زياده عليه بس انا قلت فيلس صراحه انا اتعلقت بالفيلم ده من الوقت اللي انا دخلت فيه جوه العالم ده وفهمت doesn't stand a chance الليسته بتاعه الافلام اللي لازم تفهمها عشان تدخل جوه النادي ده اوكي لا جود فيلس اوكي اتلم ده دي حاجه كده هو توقف عندها تعرف مين هو مارتن سكورسيزي من الافلام دي كازينو وجود فيلز واللفه دي كلها دي از ا ماست لاي حد داخل جوه عالم الافلام جوراسيك بارك اتفرجت عليه مؤخرا لاول مره صراحه ما اتفرجتش عليه من زمان وايوه اوكي اتعلقت بيه وكل حاجه فهمت الهايب اللي جه عليه من ساعتها بس بالنسبه لي كجاز كفيلم يكون ليه التقل ده وكفيلم بعرف معنى البلوك باستر اعلى بكتير من حاجه زي جوراسيك بارك وجوراسيك بارك مش صح مش احسن فيلم لستيفن سبيلبرغ في الليله دي كلها اساسا ده بكل تاكيد ده بكل تاكيد جود فيلز صعب الواحد يقف قصاده اه وخلي خناقه جود فيلز لما يقف قصاد 7 نتكلم عنه التفاصيل اكتر بقى يعني اهله المره دي وهو بيلعب بالاحتياطي ولما يجي يلعب 7 ننزل الاساسي دي من ال اوف لا دي جامده دي عنيفه Pulp Fiction يقابل جود فيلز يعني ليه بقى وقت انا بحب جود فيلز هانتنج قوي البروفايل المعذب بتاع الولد دوت بطريقه التحليل النفسي والحلول البسيطه اللي ناس كتير بتلجأ لها عشان تقول عليه فيلم عبيط اتس نوت يور فولت والموضوع خلص لا مش كده هو طول الفيلم بيحاول يفهم هي فين المشكله لان التاني اصلا بيحاول ان هو ينكرها اتفرجت كنت لسه بحكي لكم قبل ما نصور على ستاند اب كوميدي لبيل بير كان او يمكن لوي سي كي مش فاكر كان مين فيهم بيتكلم على جود ويل هانتنج بيقول لك انت متخيل ان الكاركتر ده مات ديمون كتبه لنفسه عشان يمثله بيقول لك هو فقير بس عربجي وعبقري والبنات كلها بتموت فيه بس واخد اوسكار احسن ادابت سكرين بلاي اوريجينال وكسب روبن ويليامز الاوسكار الوحيد بتاعه يا مع انا بحب جود ويل هانتنج لمشهد واحد بس لما اول مره روبن ويليامز يكسر ويتعصب بس روبن ويليامز بول فيكشن ما يوقفش وللذكر بول فيكشن يخش خناقته لما صح لما يخش الواحد من دول جود ويل هانتنج على فكره انا ادعي انه في احلى اوريجينال سونج في اي فيلم ايفر مس ميزري اشتغلت في الرحله الاخرانيه بالعربيه وهو ماشي وحظها القذر انها لما نزلت في الاوسكار نزلت قصاد تايتانيك تايتانيك قش كل ساعتها فيعني ميك سنس ان هي دازنت رينج اب على طول سيفينج برايفت راين اللي حصل اللي انت توقعته فعلا دور 16 خلص بسرعه اللي بعد كده هو اللي في الخناقه اللي بجد سيفينج برايفت راين قصاد فورست جامب توم هانكس قصاد توم هانكس توم هانكس في التسعينات جاء لي ستراتش كده التسعينات عامل كويت افلام كاستاوي واول كاستاوي كان يا دوبك على حف هو كده كاستاوي ما خرجش كاستاوي تسعينات مش كاستاوي 2000 او 2001 انت لقيتها لي اللي فارق كسر التسعينات بس كان عنده فيلادلفيا وكان عنده فورس جامب وكان عنده برايفت راين كان عنده وايد اسمه ايه يو جات ميل مع ميج راين كان عنده حاجات بيك تمانينات اوكي في الفتره اللي كان فيها بيوصلنا كممثل كوميدي لغاية لما كسر الستيجما بفيلادلفيا فورست جام ده كسب عنه أوسكار وده كان لازم يكسب عنه أوسكار بس ده كسب أوسكار تاني بس موفي ولا بس ده كسب بس دايركتور ما كسبش أحسن بيكتشر تاني دي السنة بتاعت شكسبير ان لوف يا باي يا إلهي لا يمكن كان يعني أنا بكرهوش بس هم كرهوني فيه ما مستاهلش ما يعني هارفي وينستين ما هي كلها كانت حمله كده يا ربي وباء كان منتشر في الدنيا سيفينج برايفت راين يعني تقنيا يعني مع ان فورست جامب طبعا برضو تقنيا في حاجات هايله روبرت زيماكس والحاجات دي بس سيفينج برايفت راين تقنيا الدخل اصلا بتاعت الفيلم وهم بيحتلوا شاطئ اوماها ده رهيب الشخصيات اللي فيه رهيبه ما بتحسش بالوقت خالص وبعدين حاجه بحيث ان هم بيتميزوا عن فورست جامب ان هو ايه ما بيلعبلكش على العاطفه يقول لك انت هنا بقى لازم تعيط على فكره الحته دي عاطفه قوي قوي لازم تركز فيها فورست جامب بيستغل الحكايه دي قوي قوي سيفينج برايفت راين بس فعاليه يعني انا مش عايز ارخص فورست جامب مش ارخصه بس يعني
يمكن في وقتها كان هايل، بس الواحد لما يتفرج عليه دلوقتي تحس ان هو ايه يعني سافي شويه. انا بقول ان فورس جامب منتج علاجي يقلب لك مودك ايا كان، يخليك تعيش جوه الدنيا بتاعته تتامل شويتين وبتاع. مش من كبار المعجبين بالجيمك بتاعت التاريخ الامريكي من خلال شخصيه واحده، رغم ان الجانب الامريكان ستوري الجانب الفكاهي فيها قدرته، بس مش ده الموضوع. وفي فصول فورس جامب ما بحبهاش، الفصل بتاع الرام دوت حاسس ان هو اتفلسف اكتر، اتحنيك شويه زياده في الحته دي وطولت منه حبتين وبتاع، بس الباقي جميل وانا بموت في فورس جامب. بس برايفت راين يا جدعان، يا ابن الذين يا مات يا ديمن، دخل لنا بفيلمين اسمه موجود فيهم، هو راين وهو جود ويل هانتنج. هو جود ويل هانتنج وهو راين ابن العيد. بس هو في سيفن برايفت راين ما اشتغلش، ما هوش حاجة. بالعكس ده كان طالع عبيط، هو في الاخر حتى احنا عملنا كل ده كل ده عشان الشخصية. وستيفن سبيلبرج اداله مونولوج ما كانش حلو فيه لما كان بيحكي عن اخواته وبتاعه والكلام ده. انا لسه فاكر سيفن برايفت راين دخلته في سينما التحرير، كانوا لسه مركبين الدولبي سراوند بتاعهم والحرب الاخرانية الدبابات الالمانية وهي داخلة صوتها اشتغل من السماعات اللي ورا، بس انا لغاية دلوقتي كل ما افتكر اتخض. انا تخيلت ان في دبابات داخلة فينا عندنا في السينما داخلة هتاكلنا واحنا قاعدين وكلام زي ده. لا انا سيفن برايفت راين طبعا. انا عارف سيرش مارفل هيفوز. بس فورس جامب بتحب فورس جامب؟ بتحب النسخه الهندي من فورس جامب؟ حلقه مش اوكي ده دي اللي انت قلت لي ما اجيبش سيره لا لا لاند. اوكي ناو انت هتقعد، ايوه بس انت جبت سيره ار في الحلقه اللي ايوه ما انت هتقعد تبرينج اب الحاجات دي، هتقعد تتكلم على حاجات الافلام الهنديه. انا هبرينج اب. انا اسف يا محمود. اوكي هو ده اللي بيحصل لما اشتغلوا مع بعض كتير بقى. تمام زي متجوزين كمان شويه. سيفن برايفت راين مفيش مشكله، تمام مفيش عنديش مشكله ان هو يموف اون. بس انا بحب فورست جامب، بحب فورست جامب عشان روبرت زيماكيس. وعلى فكره مش فورست جامب برضو انتاج سبيلبرج اعتقد له ايد فيه. ايوه بالظبط، لان سبيلبرج اشتغل كتير مع روبرت زيماكيس فده كان حاجه منهم اللي هم انت عارف ان هم كانوا تيم في بعض. كان سبيلبرج منزل سبيلبرج زيماكيس جورج لوكاس برايان دي بالما ومش عارف مين كمان جوه افلام بعض ويجيبوا لبعض نشوف انا عامل ده حلو ولا لا. وفي معلومه مايند بلوينج انا عرفتها مؤخرا ما كنتش اعرفها، سكارفيس برايان دي بالما مشهد سي هالو تو ماي ليتل فريندز من اخراج ستيفن سبيلبرغ. ستيفن سبيلبرغ كان بيزوره في الست وهو بيقول له انا عاوز اكسر التون التون بتاع المشهد دوت، هطلع انا منه وانت اللي اخرجه. واو فورس جامب ياخد نقطة مني. بس انت هتقعد تنقط على الخلاف. لا لا سيفن برايفت راين اصبص عيب ان انت تقول ان فورس جامب طلع على 3-0 بس جاست مورالي رونج. مورالي رونج ده كان دوري في الحلقات اللي فاتت بالظبط. ادي الواحد نقطة واطلعه، ادي واحد نقطة واطلعه. فانت انت تقول ايه اخر حاجة سيفن برايفت راين؟ انا سيفن برايفت راين خلاص سيفن برايفت راين هيموف دلوقتي. هنبدا نتكلم هنا هنبتدي دلوقتي هنبدا نتكلم يا نهار خناقة. المباراة الأولى في ربع النهائي The Matrix يقابل Silence of the Lambs. علامة فارقة في أفلام الإثارة وعلامة فارقة في أفلام الخيال العلمي والحركات والمؤثرات البصرية والفايتس والكونغ فو والأكشن واستخدام الماشين جانز والديجيتال ترانسفورميشن لاذر جاكتس. لاذر جاكتس لفتره طويله الواحد كان بيوصل دي البيك ان انت تكون كول صح. ان انت تكون شبابهم وهم داخلين في الاخر كده هترجع تاني الفيز دي اكيد ف جنز لحد دلوقتي ذاتس ا فاشن ستيتمنت يعني ده عشان انت تبين نفسك ان انت كول كده لو تلبس زي ما هم لبسوا في الميتريكس وهم داخلين في اخر صح. في اخر مشهد ف البولت دوج ايكونيك بس ايكونيك اي جس عارفين ان انت هتختار ايه في الاخر سالس اوف ذا لامبس. انا ليا كامل الاحترام للفيلم ده، ما تعلقتش بيه زي ما تعلقت بذا ماتريكس وما تعلقتش بسالس اوف ذا لامبس. ربما لازم اتفرج عليه مره تانية وانا اكبر شويه، بس ذا ماتريكس بالنسبه لي من اول مره اتفرجت عليه ده هو الملحق لايتنينج ان باتل كده اهو. انت شفت بقيه افلام هانبل ليكتر؟ لا في سبين اوفس اللي حصل في هانبل وفي ريد دراجون ما شفتهمش؟ نو هانبل اللي هو بتاع ميكلسون ماز ميكلسون؟ لا ده المسلسل. هانبل بتاع انتوني هوبكنز وريد دراجون بتاع انتوني هوبكنز برضه نورتون اعتقد ادوارد نورتون ريد دراجون والتاني هانبل كان معاه ريليوتا وكان معاه جوليان مور.
دخلت مكان كلاريس، دخلت مكان جولي فوستر. فيلمين جميلين جدا على فكرة، حلوين جدا، بيتنسوا دايما من التاريخ، فانت لو دخل خش في ثلاثة مع بعض. اوكي، ريد دراجون از بريكول. ماشي كيانو ريفز. كيانو ريفز لسه مشهور لحد دلوقتي، لحد دلوقتي كيانو ريفز مشهور. بس انا 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 زعلان من ذا ماتريكس قوي. ليه؟ عشان اللي حصل بعد كده. ملناش دعوه بالحصل بعد كده. ودونت توك اباوت برونو، فاهمني؟ مش لازم، مش لازم، فاهمني؟ مش مهم، سيبك من اللي حصل. ماتريكس هو لوحده، لوحده كده بكل الحاجات اللي يعني اي نو كونغ فو. قول لي لاين من سالس ودلامز دلوقتي حالا. هلو كلاريس. هي هلو. خلاص النقطه بتاعتي كان المفروض دي اخزنها استخدمها بعدين. دونت دو ات لايك بافلو بيل، كيب ات سمبل. بس دي اخر رساله كده. بص انا يعني انا حاربت عشان سايس اوف ذا لامز في اللي قبلها، بس موافقك فيه. لو حطيت الاثنين قصاد بعض ولازم ضحي بواحد يعني عشان تاني يعيش، ف لازم لغه الدكاتره. بالظبط. فانا هروح ماتريكس برضو، مع ان يعني هقول له باي باي وانا بعيط. ساينس ايه، هو عمل انتصار كويس وعمل جيم كويس وجاي من مقدمات التسعينات قوي، ومن المفهوم ان الحقبه ديت بتشكل بالافلام اللي بتنتج في بدايتها وبتتطور جدا مع الافلام اللي بتنتج في نهايتها مع الوضع في الاعتبار. ايه تيجي تخيلت الفايت اللي هيجي بعد ده مش كده؟ انت خدت بالك؟ هيبقى حريقه. انت ما خدتش بالك انا عملت ايه دلوقتي؟ ذا ماتريكس. لا يعني حتى بمجرد لما اتكلمت على التأثير فرق كبير قوي. ده ما يقللش اطلاقا من سايلنس اوف ذا لامز سينمائيا، بس ذا ماتريكس. اوكي، اللي بعده فايت كلاب يقابل شاوشانك ريدمشن في دور الثمانية. جميل. عشان يتأهل واحد منهم للمباراه النصف نهائي. تحس الرجاله تخلي مع عيال. Honestly, Fight Club وشوشانك ريدمشن. انت لا اتفق مع مالتي فليفر. على فكره انا دلوقتي كنت لسه اقول ان خلاص Fight Club هو اللي لازم هيموف اون، بس يو دونت سي ذات اباوت شوشانك. انت ما تقولش كده على شوشانك. الهايب خليتك تكره الفيلم، مع ان الفيلم ملوش ذنب. ده لو انت عاوز ترجع لحق ربنا، ده الفيلم ده اتظلم ظلم رائع. وصل الكورت ما حدش اتفرج عليه لما نزل، ما شافش ولا اوسكار، ما حدش عبره، ودخل الاوسكار. احنا هنعيد نفس الشيء. شفت فورس جامب اللي احنا لسه مطلعينه؟ فورس جامب صار كل الحاجات بتاعه شوشانك. I get it. أنا I made my case. خلاص I get it. هيكلوني. I get it. بس لو نرجع بقى يعني ننزل الأرض تاني. Fight Club ولا Shawshank؟ Fight Club. بس you don't disrespect Shawshank. I don't disrespect. بس Fight Club. أنا موافق أكيد كده Fight Club. Alright. Bye. فيلم المفضل في التاريخ رقم واحد للأبد. ده اللي أنا ضحكت عليه من شوية. دي مكسرة. نفس السنة كمان. واو. سيفن وجود فيلس. مين فيهم في دم اكتر؟ جود فيلس في اف بومز اكتر، وفي كل حاجه، وفي عنف اكتر، في جو باشي اكتر. جو باشي. اوف المشهد ده لوحده خلاص يعني بالنسبه لي تيب سكيل خلاص. بس صعبه برضو. لا ولا صعبه ولا حاجه. انت بس بحاول اطول الكونفرسيشن شويه. لا فيلم برضه مش فيلم طويل جدا جود فيلس، بس ما تحسش زي كل افلام سكورسيزي بتاعت قصص الصعود والسقوط ديت. دايما فصل السقوط ده الناس بتسقطه. يعني في ذا وولف اوف وول ستريت تقريبا من بعد اليخت الناس بتقفل الفيلم، ما ركزوش في اللي حصل بعد كده. اللي حصل بعد كده جامد جدا، مش قليل على الاطلاق. نفس الموضوع ينطبق على كاسينو، نفس الموضوع ينطبق على كل ايرشمان شخصيا. دايما في الاخر انت الطاقه عندك بتدريم شويتين وتقول خلاص ما انا عارف اللي هيحصل وراح تعمله في شخصيات. الفصل الاخير من جود فيلس لما الري ليوتا بيقلب مدمن يتخيل هليكوبترز لا فظيع فصل هايل. فصل رائع. عشان انا مش فاكر ده قوي. والريتم بتاعه كمان. لا والتمثيل كمان. وفي شات شوطات اصلا. الفصل ده الفصل بتاع ده ظهر فيه 3 4 ممثلين ما كانواش موجودين في اول فيلم، وفجاه بقوا شخصيات رئيسيه. بالزبط. الناني واخوه وبتاعه مره، وهو عمال بيجري وبيعمل الصلصه بتاعه المكرونه ولازم مش عارف ايه عشان الكوكايين هيتهرب. لا انا عايز اقدم تحيه كبيره لريليوتا اللي مات في بدايه هذه السنه، وانه هو ممثل يستحق الاحترام جدا جدا جدا، وما خدش حقه وعليه عدد من الافلام المتميزه قوي. رغم ان هو بعد كده خد جانب الفيلن شويتين، ولكن في فيلم اسمه كوبلاند مع روبرت دينيرو مع سيلفستر ستالون ليه حاجات كتير محترمه. حتى ليه مسلسل، اخر مسلسل ظهر فيه مات وهو بعد ما تصوره على طول، بلاك بيرد مع تارين ايدجرتون، عامل فيه دور من اجمل ما يمكن. بس الناس هتفتكره دايما بجود فيلس. طبعا للابد. ويمكن تكون دي اللعنه بتاعته.
صح هي بيكت تو ايرلي وبعد كده خلاص مفيش مش هتعرف توصل يعني. صح. طب سؤال كونترفيرشال كده، هل هو احلى فيلم سكورسيزي؟ جود فيلز. انا اي سي انا بقول عملت بودكاست توب 7 سكورسيزي وبرضه هي واز ماي نمبر 1. هو احنا عندنا على هذه الترابيزه في هذه اللحظه على الاطلاق على بالظبط 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 وانا بعدي افضل فيلم لكل واحد من دول. يعني اي فيلم انصبه يعني ده يمكن ما بس ده بس اصلا عارف اللي هيحصل ده. سبويلر. طيب اوكي يا يا كده كده ده يمكن الموضوع مور اكسايتنج. طيب نول 7 باي نول 7 باي ذاتس ا جود ون. يا لهوتي. بول فيكشن 1994، سيفينج برايفت راين 1998. انا نفسي ترنتينو وسبيلبرج يقعدوا مع بعض ويتخانقوا الخناقه دي واتفرج عليها. ممكن ادفع فيها فلوس والله. ايه الغريب هنا ضروري ادفع فيها فلوس. ثانيه ثانيه خلينا ممكن نلاحظ الحاجه الحق. ستيفن سبيلبرج، كوينتن ترنتينو، مارتن سكورسيزي، ديفيد فينشر، الوود شاكس كيسست. لا التسعينات في 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 طب يا باشا دي ده بقول لك دي كانت جولدن دي ديكت. ايوه دي في اوت بول. انا ملاحظ ان في اوت بول هنا بس هنجيلها بعدين. في عاصفه رعديه حصلت عملت حاجه هنا كده. و بول فيكشن 7 برايفت راين. انا عارف انا عارف وانا ادعي ان ده هيحصل ان بول فيكشن هو اللي هيمشي. بس في 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 جود فايت بيحصل هنا. في عندك تراديشنال سينما، في عندك النيو ايج السينما، الرؤيه الجديده بتاعت الشخص اللي اسمه كوينتن ترنتينو ده اللي حاب يجرب حاجه جديده. اي فوت بول فيكشن. اي فوت بول فيكشن سيم هير. احيي ده تو ايزي. انا كنت متخيل ان احنا هنتخانق اكتر من كده بكتير. اصل انا من البدايه قلت ان بول فيكشن هو اللي هيفوز. بول فيكشن هيفوز في ايه؟ كله ولا في دي؟ لا مش كله مش كله. لا مش والله اطربقها لك. نو انا عندي. طب سيفينج برايفت راين. لا كده سيفينج برايفت راين هيمشي. طب بس انت عارف ليه هيمشي سيفينج؟ عشان اخليها سبايسي. ها قول. سيفينج برايفت راين اكتسب سمعه هايله على انه عمل حاجه في الافلام الحربيه الحقيقه مش بتاعته. الايه؟ اللي هي الروت تريب وذن اور. ماشي. فكره الشخصيه اللي بتخوض مراحل كتير ورحله طويله داخل حرب وتطلع من فصل. عملها مثلا عملوها في حاجات كتير وعملها فيوري مع براد بيت في نص ابسط شويه. بس اصاله هذا الاختراع عند فرانسيس فورد كوبولا في ابوكاليبس ناو. والناس بتنساها. سبيلبرج طور فيها انا مش هنكر. بس انا بسرعه وانا بفكر بول فيكشن ده ملوش مثيل في الدنيا. المدرسه الجديده لا قبله ولا بعده. لا في الناراتيف ولا في التمثيل ولا في الطريقه ولا في الاختراع ولا في اي حاجه في الدنيا. ويعني انترتيننج بشكل فوق الوصف. يعني يمكن اكتر فيلم انترتيننج في يعني اجانب الهابت كونفرسيشن. بس يعني متعه فعلا. انت قاعد انت مبسوط قاعد بتضحك. لو تلاحظ لحد دلوقتي احنا ما شفت الجمله اللي لسه قايلها دي الحجه الوحيده اللي اتقالت من ساعه لما قعدنا ليه بول فيكشن. احنا وي دينت ارجيو انيثينج لبول فيكشن. ما قلناش اللي هو بول فيكشن عشان كذا وكذا. كناش هو بيكسب وسايب ايده. بالظبط. بس مش يمكن ده بما انكم يعني فيلم في سينيفايلز تقال، مش دي اول حاجه الواحد بيحب فيلم عشانها ان صحيح. انت قاعد بتستمتع. مظبوط. قبل ما تخش على اللي انا بقوله. صدم عليا. هو ده ده ذا بوينت. دي الفكره من السينما كلها. هنحلل بعد كده ده حاجه بعدين. بس الاول حاجه بتمسك هي دي. فبول فيكشن عنده سلام فاين. انا اكسايت جدا ناكل في ده عشان البيك بتاعي اللي انا قلت ان هو هيفوز موجود في الاربعه دول. لا اكيد. وانا متاكد ان هو هيفوز. ولا ايه؟ انا متاكد ان هو هيفوز. مباراتي النصف النهائي The Matrix يقابل Fight Club، Goodfellas يقابل Pulp Fiction. المباراة الأولى The Matrix أمام Fight Club. فيلمين أنتجوا في نفس العام. The Matrix عمل زلزال عالمي جبار، غير الخريطة. Fight Club الناس ما فهمتش من البوستر هم دول في الفيلم واللي طالعين يعلنوا عنه وبس، ودخلوا الفيلم طلعوا منه مش فاهمين حاجة. واكتسب سمعته وأهميته وحقه لما اتعرض بعد كده في VHS. والفيلم ده خرج المنتج بتاعه اوت اوف بزنس لان براد بيت خد فول سالري وخيش في وشهم. يعني فيلم دمار على جميع الاصعده. ودي احلى قصه في الدنيا تتناسب انها تبقى قصه الفيلم ده. الدمار اللي تسبب فيه علشان يتعمل اصلا زي اخر لقطه في الفيلم. الدمار بالظبط زي اتفرجوا ده. اوكي. واو. تبتدي منين اصلا؟ واو. طب ايه نقسمها مثلا عناصر ونمسك نعملها يعني كل عنصر؟ شفت النقطه اللي انت سائلها؟ شفت النقطه اللي انت سائلها؟ انت استمتعت بيها الفيلم اكتر. بيور متعه. بيور ريواتشابيلتي. انت بتتفرج عليه اكتر من مره. الحته الريواتشابيلتي فايت كلوب متعه. ماتريكس مش نفس الحاجه. لا صدقني الاثنين. انا بالنسبه لي الاثنين.
انا بالنسبه لي ممكن في اي وقت من الاوقات اتفرج على ذا ماتريكس في اي وقت. ماتريكس الاولاني مالناش دعوه بالحاجات الحاسبة كده. ماتريكس الاولاني اتفرج عليه اي وقت من الاوقات مفيش اي مشكله. النقطه الوحيده الوحشه اللي انا ممكن اقولها على فيلم ذا ماتريكس اللي نوعا ما الرومانسيه اللي مغصوبه شويه في اخر الفيلم بس غير كده الفيلم بيرفكت. يعني اعتقد النقطه اللي قلتها دي فعلا من كل النواحي حلوه لان انا فايت كلاب حاسس ان انا لازم اكون في مود معين مش مود معين بس في مودز لو انا في مود معين واتفرجت لفايت كلاب هيأثر على المود بتاعي شويه. ماتريكس فعلا اي وقت اتفرج عليه هنسى مشاكلي الفتره اللي متفرج عليه. خليني احاول اريفريز وتقول اذا كنت فهمتها صح ولا لا. ذا ماتريكس هو نوعيه الافلام اللي ينفع تسيبها تزن. فايت كلاب لو اشتغل لازم تقعد تتفرج عليه لان في اغلب الوقت لو انت بتتفرج عليه في بيت مش قاعد لوحدك تماما وحد دخل يقول لك ايه القرف اللي انت بتتفرج عليه ده. صح his name is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. بس برضو I know kung fu. يعني dodge this. Yeah, come on. It's cool. It's super cool. بالضبط. So it's Fight Club. Fight Club. Fight Club is bleep it is cool. Matrix is cool. Fight Club is cool. هو ده الفرق بين الاثنين. قوة ال plot twist. آخر plot twist موجودة عندنا على الترابيزة موجودة هنا. معيش ممكن اعلق على كلمه كول دي لان كلمه كول دي كلمه لوحدها اصلا ليها يعني في ليفلز اوف كول. في مين ستريم كول ده وي جو تو في كالت وفي كالت كول ده وي جو تو فايت كلاب. فبرضه حتى كلمه كول دي هنحطها فين؟ لا بس انا احييكم على اصلا الكونسبت بتاع اللعبه دي ان احنا قاعدين بنتكلم في النقطه دي يعني بجد يعني هو تحدي ما حدش بيطلع منه كسبان وما حدش بيطلع خسران. هو احنا بس نفضل فرستريت. بس الناس اللي بتسمعنا دول اكتر ناس يعني اكيد هتستمتع ويا ريت يشاركوا معانا. احنا نفسنا يبقى في فرصه ان الناس تشارك معانا في تصويت موازي للي احنا بنعمله دوت ويبقى في نشوف اراء الناس شكلها عامل ازاي. بس ارجوكم شاركوا معانا في الكومنتس قولوا لنا انتوا كنتوا شايفين مين اللي كان المفروض يكسب بس من غير ما تلومونا على ان في حد خرج ولا حد بالطريقه دي زي ما اتفقنا لازم نختار اللي بنتكلم فيه بقى لنا سنين يا جماعه الاذواق ومش فاكرين موضوع الاذواق ده. او انت ازاي نسيت كذا هو انت ازاي نسيت مش عارف. طيب ايه ماتريكس فيه فلو بالنسبه لي اندينايبل فلو يعني حاجه سيئه انا ما اقدرش انكرها. أنا عندي مش هقول لك ما عندي مشكلة مع ذا ماتريكس بس عندي ملاحظة على ذا ماتريكس حتى أنا قلتها من شوية وإحنا تخطيناها بسرعة. أنا ما أعتقدش إن في أي حد في الدنيا فاهم ذا ماتريكس والناس اللي أنت ليه بتقول كده؟ أنا مش عارف ليه الحجة دي ممكن تعملها إمتى؟ لما تحطها في سياق الأفلام التانية بالظبط لما تحطها في سياق الأفلام التانية بس سيب بس ده ضروري لأن من الأفلام التانية ديت اللي عندها نفس الصناعة الأفلام التانية فعلا ما فهمتش منها ولا بالظبط تروح تتعامل الأركيتكت وبتاع والكلام ده ماشي تعالى الليفل الأولاني بتاع ماتريكس 1 ده إلى حد ما هو أنت لو توقفت عند الليفل الأولاني بتاع ماتريكس 1 دوت ما يبقاش فيلم بهذه الدرجة من الأهمية. إحنا كل واحد فينا مديله تعمق أكبر من كده بعيدا عن الطبقة بتاعة الكول الطبقة بتاعت انه فيلم جامد انه هو فيه اكشن سيكونسز فظيعه انه فيه تبادل اطلاق نار فظيع انه فيه جمل خطيره انه فيه ليدر جاكيتس انه فيه لات جانز لارف جانز اينوفو كونغ فو الكلام ده بس مش هو دوت اللي وصله السيمي فاينل بتاع القايمه ديت اللي وصله السيمي فاينل ذا وان ذا ماتريكس ذا فايروس الايجنتس كل واحد فينا ابتدى يسرح بمخه وهو بيتفرج ويقول لك ده بيعني ايه بيرمز لايه هل دي سيمبل دينيه هل دي سيمبل ليها دعوه بالتكنولوجي هل دي سيمبل ليها دعوه بالمالتيفيرس هل دي سيمبل ليها دعوه بعرفش مين وبعد كده لما دخل فيما هو ابعد من ذلك اكتشفنا ان احنا بص هقول لكم لا هقول لك حاجه معلش انت معترض مش معترض انا متازم لان الاثنين دول ماتريكس وفايت كلاب من اكتر افلام اللي اثرت في الثقافه الفيلمين دول من اكتر افلام اللي اثرت في السينما فهمني فهنا هو ثقافه لحد دلوقتي لما اتكلم في السياسات الامريكيه مش عارفين يقول لك انت شكلك مش واخد الريد بيل انت شكلك مش موجود في الثقافه كراكت كود بالظبط جوه الثقافه يعني حاجات بيستخدمها كل يوم بص معلش هبعد عن الحوار لثانيه في نقاش كده كان جمعني برضه بصديقي مير مره انا وصديقي مير كنا بنتكلم على تصريحات بيتر دينكليج عن جيم اوف ثرونز لما الناس قعدت تتكلم بقى لهم سنين عمالين يتكلموا على السيزون الاخراني من جيم اوف ثرونز واهدرته من الاسطوره وما
وانا نهرتهم اللي ما اعرفش مين ودمرتهم الجيل وعملتهم ما اعرفش مين بيتر دينكليدج بقول لهم يشوت كول داون استهدى بالله ات واز ا شو اباوت دراجونز يعني خلصنا يعني احنا كلنا يعني. اتحركنا لقدام وده وطلعت ويف على بيتر دينكليدج انت ما اديتش ما بتديش المسلسل حقه وهو اللي صنع نجوميته كل ما اعرفش مين انا ممكن ما اديلوش حقه بس لما كنت بشتغل فيه اديته حقه واديته سمعته كذلك وتخطينا ده الصناع يا جماعة في مرحلة من المراحل بعد انتشار العمل وتأثيره على الثقافة الناس بتبقى فهمها أكتر من صناع صح. وبيبتدوا يكسبوه حاجات وبالحوارات اللي بينهم بيفسروا قصة معينة ويدلوا أبعاد ويدلوا فلسفات صنعها ولا عنده أي فكرة عنها دي حالة The Matrix هما جم يعملوا فيلم انت بعتني حتى النقطه دي هي اللي بتتباع على الفايت انا افتكرت حاجه دي فايت كلاب بالظبط النقطه دي انت حذفتني فايت كلاب فايت كلاب ادالك الحريه ديت ووقف عندها ولما جه يعمل بارت 2 اللي هو الكتاب بتاعه الناس كلها لما قرت مش لا 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 بس دليل على ان الكل فاهم صح على ان الكل على نفس الصفحه احنا فاهمين الصراع احنا فاهمين الشخصيه احنا فاهمين الماسكولينيتي احنا فاهمين الرغبه في العوده للغرائز الحيوانيه احنا فاهمين الغضب اللي في وجه التجاره والمشهد الاستهلاكي اللي احنا عايشينه فاهمينه وفاهمينه صح من اول مره مش نفس الحاله بالنسبه لنا يا الله يعني بص انا كنت يعني واقف على الحرف بس خطبه محمود باشا مهدي وقعتني على فايت كلوب سن اونستلي وفكرة فعلا ان هي الايه الكالت كول فعلا اللي هو يعني you're cool if you like the matrix بس انت cool بطريقة تانية يعني انت cool بطريقة uncool عارف you're filthy cool بالضبط وبصراحة انا عايز اشوف طلاب هو بيقابل الكسبان من دول انا عاوز نهائي حاجة ماشي لسبب ان احنا نتحرك انا هقول ذا ماتريكس بس لو انت هتقول فايت كلاب خلاص انا هقول فايت كلاب انا هقول فايت كلاب برضه اوكي بس أوكي. يعني ذا ماتريكس كان اختياري اللي انا قلت ان هو هيفوز في في الليله دي كلها بس خسر بجد ده انا ما كانش عندي فكره خالص وات اوكي لا لا انا عارف ان انت اطيب من كده عارف ان انت اطيب من كده انت مش هتخسر الفيلم اللي كنت عايز يفوز وبعدين انا قلت مستحيل وبعدين انا كنت ممكن اتصور ازاي انا كنت عايز الماتريكس يكسب مستحيل اوكي سو فايت كلاب ماشي اوكي انا اللي جايه دي بقى اصعب من اللي فاتت جود فيلس بول فيكشن ميك يور مش عارف هتيجي منين انت بتتكلم على يمكن يعني اثنين من اعظم مخرجين السينما في تاريخ السينما كله اصلا وما حدش يقدر ينكر ان تارنتينو متاثر بسكورسيزي في الستايل بتاعه في الريتم بتاعه في السنس اوف كول بتاعه متاثر فيه جدا والاثنين جانجستر جانر الاثنين في نفس الجانر وده احلى يعني ده اعظم اتليست بيرسونال يعني الجانر اللي بفضله فلا صعبه 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 يعني كاست جود فيلز اجمنت سامويل إل جاكسون دينيرو كاست تاني كاست جود فيلز اجمد كاست بول فيكشن اروش اروش ما انا كلمه تريوش دي اصلا لا قديمه جدا بالظبط دي هي دي جايه من مكانها بالظبط بول فيكشن فيلم كبير جود فيلز زد لا هو بول فيكشن طالع منه بوب كلتشر اكتر من جود فيلز جوترا فولتا يعني طبعا البوب هما لا في كل حاجه بس برضو يا جماعه احنا امام ثلاث افلام ما عملوش اي حاجه في السينما دي كلها افلام خدت سمعتها بعد ما نزلت في اتشاس هو جود فيلز كام 90 90 انا فاكر وحكيت قبل كده قصه اول مره شفته فيها لما اجرته من نادي الفيديو انا مش فاهم ده ايه ثلاثه واقفين ببدل وما اعرفش دول مين لا دي صعبة قوي قوي بول فيكشن شفته في اتشاس فايت كلاب شفته على هارد شرعي طبعا كنت مشتري الهارد الاوفيشال بتاع ديفيد فينشر عشان ده الطريق اللي بيتباع بيه دي صعبة قوي 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 انا امير بول فيكشن لا فايت كلاب شفته في السينما وبعد كده شفته على بيت اول ما شفته في السينما اكيد اساس كانت سينما اوديون كانت بتدخل لو معاك كارنيه جامعه تخش حفله 10 الصبح ب 3 جنيه ونص انا امير بول فيكشن انا فاهم مش قادر اخرج انا حاسس ان انا عندي ولاء لجود فيلز كبير جدا حاسس ان مارتن سكورسيزي ده عمي عارف
بجد يعني انه احسن فيلم اكتر فيلم مارتن سكورسيزي واحلى فيلم مارتن سكورسيزي. هل بول فيكشن احسن فيلم لتارانتينو؟ في رايي في رايي وانا قلت ان افضل فيلم لكل مخرج من دول موجود على الترابيزه. انا الصراحه اخراجيا مين انا بالنسبه لي احنا كمان ديفي فينشر. انا بالنسبه لي 7 احلى من فايت كلاب. اخراجيا البارتيكولر هو خرج من قبل كده. اخراجيا انا عندي السوشيال نتورك الصراحه عشان في جيم طبعا بس يعني. كمود وك طريقه التكنيكاليتيز بتاعت المشاهد بال انت عارف باليت ذا سوشيال نتورك عامل ازاي. تمام بس السوشيال نتورك از ا رايترز موفي. اي دو اندرستاند. 7 از دايركت. لا لا انا بتكلم هو ده الفرق والاثنين حلوين كل واحد له حاجه بس في واحد ميال. انا يعني معانيت كتير قوي علشان افهم يعني ايه باليت الالوان بتاعت موفي لغايه لما شفت ذا سوشيال نتورك. فهمت يعني ايه باليت. فهمت يعني ايه اجواء انت داخل جواها انك موجود جوه عالم من العيال عيال وتقعد جنبهم قاعد ساكت. هم عيال بس شخصيات استثنائيه من اول لحظه يعني. اديني لاين من جود فيلز. For as long as I can remember I always wanted to be a gangster. Do I amuse you? Am I a clown? Or am I funny? Okay. ايوه اوكي. ده اوسكار. لا في كتير بقى قوي كتير جدا. الشابترز حور الشابترز اللي ترتينو بيعمله ما هو بس على فكره برضو لو هنتكلم سينما هو ما اخترعش الستايل ده. هو خلاه رجعه تاني وخلاه اوروبي يعني ما اخترعوش بس كان صادم. كان صادم ولحد دلوقتي صادم ولحد دلوقتي ما حدش يعرف يعمل اللي هو بيعمله مهما الناس حاولت ما حدش يقدر يعمله. ماي فوت ناو ممكن يتغير بعد ثانيه. از جود فيلز. انا بول فيكشن. يا نهار ازرق. بس انا سوري اي هاد تو دو. انا مش لا انا سوينج سونجاري. سكورسيزي عمهم كلهم. ترنتينو دينيرو جو بيشي محفظه باد مادر كمان مسكني من الدينيرو اللي بيوجع. ليه تقول كده ليه؟ هو ده اصل هو عارف دينيرو عادي. الشوت هو بيشرب السيجاره وبيبص على ده بس خدت بالك المزيكا اللي انا عملتها. انا رحت بول فيكشن. انا عملت المزيكا بتاعت مشهد الرقصه ترافولتا لا مش الرقصه مشهد بروس ويلز مش عايز اقول الكلمه عشان بس تقيل على قلبي شويه. مشهد الريل. لا بس المزيكا التانية احلى. ارجع المزيكا التانية ده كريم بقى. انا جيت اعمل المزيكا دي عملت المزيكا دي فانا شاكك انها ممكن تكون علامه فمش عارف. الولف هو بيجي في الاخر ايه الولف. ايوه بس جود فيلز برضو جود فيلز ده يعني وولف. تخيل انت لما يكون الاستاذ بتاع المخرج الفيلم ده هو عمل الفيلم ده. طبعا عشان استعير بقى كلمه من عم احمد فهمي. مش انت عملت نظاره؟ انت اول واحد في العالم يعمل نظاره. هل ده معناه ان النظاره بتاعتك هي احسن نظاره؟ الا مش بالضروره تمشي. مش بالضروره بس لا برضو سكورسيزي يا جماعه. سكورسيزي على فكره انا بول فيكشن. انت عارف لو كنت حطيت بول فيكشن قصاد اي فيلم تاني كان هيبقى بول فيكشن. بس قدام جود فيلز لا. ولا انا هنا وقفه لازم الواحد يقعد يفكر ف يعني الحرفه اللي ورا الفيلم ده. فال فيكشن صايع وجميل وكل حاجه بس عامل زي ايه مش عارف وجبه ماكدونالدز ممتعه قصاد حاجه فاين دايننج يعني قصاد رايح في مطعم ميشيلان ستار يعني. وساعات بيكون كل اللي انت عايزه سام رويال وتشيز. ايوه بس احنا بنحط طبعا. افضل اقول لك انت قدامك مسؤوليه كبيره جدا. رويال وثيقة. القائمة دي أهم من أي إم دي بي. أهم من أي حاجة تانية. الناس هترجع للقائمة دي عشان عشان تشوف إحنا قررنا ما هو أفضل فيلم في عقد التسعينات. طريقة الدايلوج بتاعت كوينتن تارنتينو أنا فهمتها أكتر. مش فهمتها بس فهمت قد إيه ليها تأثير من بعد بول فيكشن. فهمت إن إزاي كله بيحاول يقلد الطريقة بتاعته. أنت إزاي إقنعني؟ إزاي أنت قدرت تخلي نقاش ما بين اتنين قاعدين في عربية بس بيتكلموا عن البرجر انا مهتم بشكل مش طبيعي بالحاجه اللي هم بيقولوها. ايوه اتس سوبر كول. سو از جود فيلز. جود فيلز برضه سوبر كول. الشوت بتاع الكوكا كابانا يعني الاثنين هايلين وصعب جدا المقارنه بينهم. صعب جدا ولكن يعني عارف لو نص في المية زياده اي فوت بولب فيكشن. جاد دامت اي لاف ات. علشان التحدي بتاع النرد
عشان ايه؟ التحدي بتاع الناراتيف. يعني ايه؟ النارتيف بتاع الفيلم طريقة يعني السرد باللعبوكه اللي هو عملها بنت اللذينه مش حاجه قوي لان بول فيكشن هي يعني مش زعلان انا بس ايه حاولت يا سكورسيزي والله اي ترايد والله والله صعبه جدا صعبه بس عارف كمان فاكتور تاني جود فيلس فيلم التمانينات مش فيلم التسعينات هو شبك في 90 هو عارف في 90 يعني بس انا لما دايما بفكر فيه بفكر في فيلم التمانينات فيلم التسعينات بتاع سكورسيزي هو كاسينو بس ده اعظم كاسينو ده اعظم بكتير قوي كاسينو مليان مشاكل كاسينو او طويل بزياده ومليان شارون ستون ودي حاجه مش صح خالص يعني حاجه ما تصحش طيب ماشي المباراه النهائيه 94 تحارب واو احنا قلنا ان في التسعينات اعظم سنتين تقريبا هم 94 و99 مزبوط. وعندنا ممثل 94 يقابل ممثل 99 فايت كلوب يقابل بولب فيكشن ترنتينو ويقابل ديفيد فينشر وعلى القائمه بتاعت على القائمه بتاعت اي ام دي بي على فكره انا مقرره بس مش هقول ثاني على القائمه بتاعت اي ام دي بي اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها بول فيكشن محطوط ومفيش بعده بخنتين هتلاقي فايت كلاب فيعني الترتيب بتاعنا مش غلط للمينستريم للحاجه اللي موجوده مينستريم برضه يعني بول فيكشن اظن ان هو في المرتبه السادسه فايت كلاب هتلاقيه 8 9 حاجه زي كده واو انا عارف اجابتي نسمعكم بقى انتوا دول ايه حد يقول حاجة انا اقول بصراحة الاثنين فايزين بس انا اميل سنة لا ما اميلش لان اصلا انا يعني كنت اقول بول فيكشن بس لا اصلا بول فيكشن مش اكتر فيلم الثلاثين اللي بحبه هو المرتبة الثانية عندي بول فيكشن مين اكتر فيلم طب ليه نزلت كنت خلاص عشان احب فيلم اكتر من جود فيلس بس انا احب انا صراحه عندي بحب جانجو لله بحب جانجو جدا فانا بحب جانجو بالنسبه لي هو رقم واحد لان جانجو بالنسبه لي النقطه بتاعت المتعه انا بستمتع فيلم جانجو جدا بعديه بول فيكشن جانجو عندي مع مشكله واحده احنا مش هنموته احنا هنعذبه اكله ما اعرفش هيرجع يعضكم ايه الطريقه لازم يكون عندك فيلم ما انت لازم تعمل عشان يكون عندك فيلم بالظبط زي جيمس بوند ما بيديلوش لازم يعلق له مش عارف ايه والشارك ياكل ايه انا حاسس ان احنا كلنا انا فاكر يا راجل انا فاكر لكل الاسباب لا ما تسوق فاكر لا فاكر كل الكلام اللي محمود قاله لك على بول فيكشن هو ده ايوه والله العظيم يعني بول فيكشن يا جماعه انا ماشي بول فيكشن انا مع بول فيكشن 100% بس فايت كلاب برضو ما بص ما دام مش ذا ماتريكس يبقى فايت كلاب إيه فانا بالنسبه لي هيبقى ذا ماتريكس فايت كلاب بول فيكشن انا بالنسبه لي بول اكشلي كان جود فيلز بول فيكشن انا داخل بال بده ايه المتعه ايه المتعه اكتر بول فيكشن ولا فايت ايه اللي هت بتضحك اوت لاود وانت بتتفرج عليه فاكتورز الريواتشابيلتي بول فيكشن بالظبط صح طب يو نو وات انا بول فيكشن اهو شفت بقى ولا ايه ايه لا مش ولا ايه لا مش ايه بول فيكشن على فكره هو بول فيكشن هو الممثل اللائق للتسعينات لاني من شويه كنت لسه بقول ان جود فيلز شكله فيلم تمانينات فايت كلوب شكله فيلم الفينات صح ميك سنس وده لما تتكلم على النجوم على حافه دي لما تتكلم على النجوم ايوه يعني مين النجوم اللي تتعلق بالحقبه الزمنيه دي بروس ويلس الراسه دي كمان انما فايت كلاب لا براد بيت ادوارد نورتن للحياة انا اكسب بروس ويلس وجون ترافولتا بصراحه صح هم وقتها مش دلوقتي انا عارف عشان التسعينات هو احلى تكريم لروح التسعينات ما حدش فينا فكر يحط داي هارد خالص داي هارد من داي هارد 89 داي هارد 1 تمانينات 89 تقريبا اذا في بولب فيكشن بولب فيكشن هو الفائز بجائزه افضل فيلم في حقبه التسعينات بناء على هذه اللعبه مع كل الديسكليمرز اللي بنقولها في كل مره اللعبه هي اللي قررت مواجهات الاستراتيجيات العنصر بتاع التسليه مش قصدنا ان احنا دلوقتي هيجي لنا تليفون من كوينتن ترنتينو يقول لنا ولا هيجي لنا مارتن سكورسيزي يقول لكم تتكلموا في افلام مارفل بس مالكوش دعوه بالحاجات دي وكلام زي ده كله راضي عن النتيجه كله مبسوط ماشي انا كسب ابن اللذين راجل كسب قشطة جدا ألف شكر كالعادة مستر محمود جود فايت ألف شكر كالعادة مستر أبو سليمان وإن شاء الله بكل تأكيد مش آخر مرة هتكون معنا فيها
زي ما قلنا كده يا ريت تدعموا الحلقه باللايك، وزي ما قلنا متشوقين جدا نعرف اختياراتكم في الكومنتس تحت من ال16 عشان تلعبوا معنا اللعبه بعد اذنكم. مين اللي يكسب من الليسته بتاعتنا ديت؟ وخدوا اللعبه مع بعض، حطوا الافلام قصاد بعض والعبوا مع بعض يا جماعه، يعني اقعدوا قارنوا الموضوع ببعض، ناقشوا بعض، شوفوا كده مين اللي يلعب اللعبه دي وممكن يطلع بيها. كل الناس اللي بتحب السينما ما تنسوش تدعمونا باللايك، تدعمونا بالاشتراك في القنوات بتاعتنا كلنا. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، وباي باي. ثانك يو.